السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة رقم أو الشابتر السادس من مادة تصميم تجربة المستخدم User Experience Design. اليوم معنا في وحدة جديدة راح نحكي عن اللي هو الـ Information Architecture أو هندسة المعلومات. طبعا خلينا في هذا الشابتر راح نحكي عن المبادئ الأساسية اللي هو الـ Information Architecture أو بين قوسين هندسة المعلومات، وراح نختصر ونشوف اختصارات كثيرة في خلال الشابتر اللي هو الـ IA اللي هو بتحكي عن اللي هو الـ Information برضه Architecture أو كاختصار. راح نوضح كيف هي مهمة لأي مصمم في تجربة المستخدم، وكيف نستخدم مفاهيم هندسة المعلومات في إنشاء اللي هو منتجات للأشخاص متوافقة مع أهداف تجربة المستخدم. ونرجع نأكد برضو إنه لما بنحكي كلمة منتجات، إحنا بنقصد فيها تطبيقات الهواتف المحمولة أو مواقع الويب، يعني إحنا بنحكي عن اللي هو تطبيقات اللي بتصمم بشكل عام. أولاً يعني بدنا نحكي إيش هي هندسة المعلومات أو اللي هو الانفورميشن اركيتكتشر، إيش هي أو إيش هي تعريفها. كتعريف ممكن نحكي إنها هي كل شيء بيتعلق في تنظيم المعلومات بطريقة واضحة ومنطقية وسهلة، سهلة للاستيعاب يعني، ولمساعدة المستخدمين من التعامل مع التطبيقات أو التطبيقات بشكل عام أو المواقع الويب طبعا التي تحتوي على مجموعة معقدة من المعلومات، بحيث يعني بشكل عام بحيث بتحتاج كل مواقع والتطبيقات إلى تقسيم محتوياتها إلى أجزاء حتى يعني المستخدم يتمكن من فهمها بشكل سريع. ونحتاج أيضا لتنظيمها برضو عشان المستخدم تمكن من إيجاد جميع المميزات المتوفرة في التطبيق. يعني على سبيل المثال ما بنقدر نحط جميع محتويات تطبيقنا أو موقعنا في الواجهة الرئيسية، لأن هذا راح يعني يخلي أول شغلة الموقع تبعنا والتطبيق مش متوافق نهائيا مع مفاهيم تجربة المستخدم، وأيضا راح يصعب على اللي هو المستخدم. فهندسة المعلومات إجت عشان تنظم هذه العملية، تحكي لك إيش اللي لازم يظهر في الواجهة هاي وإيش اللي مش لازم يظهر، وكيف طريقة تصنيف هذه المعلومات. بشكل عام بنقدر نحكي إنه هندسة المعلومات هي إنشاء هيكل للمواقع أو التطبيق بشكل عام يعني، أو خلينا نحكي هي إنشاء هيكل للمنتج. نرجع نحكي إنه المنتج هو موقع أو تطبيق. بنقدر نحكي إنه هندسة المعلومات هي إنشاء هيكل للمنتج تبعنا، والتي بتسمح للمستخدم بفهم مكان وين هو موجود ووين المعلومة موجودة اللي بيبحث عنها. بأسلوب آخر ممكن نحكي إنه هندسة المعلومات هي اللي أو هي أو خلينا نحكي هو الأسلوب اللي بنقدر من خلاله نوافق بين اللي هو حاجة المستخدم أو اليوزر والكونتنت أو محتوى المنتج أو التطبيق والكونتكست أو مكان وجود اللي هو المستخدم. فإحنا يعني كانفورميشن أركيتكتشر بنعمل على تنظيم اللي هو 3 عوامل هدول، أو تنظيم طريقة اللي هو عرض 3 عوامل الموجودة عندنا اللي هي اليوزر الكونتنت والكونتكست. كده في لو بدنا نحكي اللي هو هل هندسة المعلومات هي نفسها اللي هي اليو اكس او اليوزر اكسبيرينس ديزاين، فزي ما انتم شايفين اللي هو العنوان تبع السلايد بيحكي is information architecture the same as اليو اكس. طبعا اول شغله ما بنقدر نحكي لا بدون تبرير. فليش لا؟ اول شغله
اللي هو ال information architecture هي مش نفسها ال UX، لكن هناك علاقة قوية بين هندسة المعلومات وتصميم تجربة المستخدم، ولكن تجربة المستخدم تحتوي قدر أكبر من هندسة المعلومات. لذلك فإن يعني بنقدر نحكي إنه المفهوم مش يعني خلينا من المفهومين متشابهين، لكن هندسة المعلومات هي جزء من هي جزء من اللي هو الـ UX design أو الـ User Experience design. فتصميم تجربة المستخدم أوسع وبيتضمن العديد من الجوانب التي ما بتشملها هندسة المعلومات، مثل تأكد من أن الواجهة ممتعة على سبيل المثال، أو مثل مفهوم اللي هو الـ Effectiveness والـ Efficiency. فهندسة المعلومات ما بتركز على دقة أو سهولة في مثلا التعامل، لكن هي بتركز على أسلوب العرض أو أسلوب عرض أسلوب عرض المعلومات وطريقة عرضها وأماكن عرضها بشكل عام. يعني تصميم تجربة المستخدم، يعني حكينا انه اللي هو يعني هو اوسع من مفهوم اللي هو الانفورميشن اركيتكتشر، لكن في المقابل هندسة المعلومات بتركز على اللي هو اهداف المستخدمين. كمان اذا كنا بدنا نعرف كيف ايضا بيرتبط المفهومين مع بعض، يعني بنقدر نحكي لا توجد تجربة مستخدم منطقية وفعالة بدون هندسة معلومات جيدة. ممكن نحكي إنه هندسة المعلومات هي أساس مهم لتطوير التطبيق أو الموقع لاحقا. كيف يعني؟ هي تسهيل، يعني بالضبط زي ما كان خلينا نحكي كأن هلقيت جايين نبني بيت، فالأساسات الجيدة راح تسمح لك تطلع في البيت مثلا طابق واثنين وثلاثة، لكن الأساسات السيئة راح تتطلب منك هدم الأساس القديم وبناء أساس جديد جيد. فهندسة المعلومات بشكل عام ممكن نحكي عنها هي الأساس لتطوير التطبيق. كمان إنه بدنا نحكي إنه يجب أن تكون هندسة مفهوم هندسة المعلومات مطبق بشكل صحيح وقاعدته صلبة زي ما حكينا في مثال البيت، عشان يعني عشان هندسة المعلومات لوحدها ما بتبني تطبيق أو ما بتبني مشروع كامل، فلازم تكون هي قاعدة صلبة يمكن يعني خلينا نحكي نرتكز عليها. من الأشياء اللي أيضا برتكز عليها هندسة المعلومات هي التفاعل بين المستخدم اللي هو أو تفاعل بين المستخدمين اللي بتهدف إلى توفير تجربة جيدة بشكل عام. يعني هلقيت لو بدنا نحكي عن اللي هو القيمة أو إيش اللي أو إيش اللي إيش القيمة اللي بضيفها أو اللي بضيفها هندسة المعلومات، زي العنوان الظاهر اللي هو The Value of Information Architecture. إيش هي الإضافة اللي بتقدمها إلي اللي هو هندسة المعلومات في عملي؟ طبعا كنا بنعلم ما يعني منيح مدى اللي هو يعني بنعلم كنا بشكل عام أو مدى أهمية إنتاج محتوى قيم بالنسبة للمستخدمين، لكن أيضا مهم جعل هذا المحتوى قابل للاستخدام والبحث بالنسبة للمستخدمين. فإن يعني بشكل عام المستخدم دائما أهم شغلة عنده الوقت، أو أهم مورد بيملكه هو الوقت. وطبعا احنا حاليا موجودين في مجتمع، هذا المجتمع بحب يجد حل لمشكلته بأسرع وقت وأقل جهد. لما بيكون اللي هو إيجاد المعلومات في داخل تطبيقك أو موقعك معقد أو بطيء، فأنت بتكون باختصار وضعت نفسك في خطر إنه المستخدم يترك أو يتخلى عن منتجك. ولما طبعا المستخدم بيتخلى عن المنتج صعب جدا تستعيده مرة أخرى. ومثال بسيط، يعني خلينا نحكي أمثلة بسيطة عن الموضوع اللي هو خسارة المستخدمين. مين منا يعني أكيد نزل قبل هيك تطبيق أو نزل برنامج أو زار موقع
لهدف معين ولقى هذا التطبيق أو الموقع ما بيحقق أو صعب يحقق الهدف تبعه، هو بيحققه لكن أسلوبه صعب نوعا ما، فمين منا يعني تركه ورجع فيهم تاني؟ أعتقد حيكون الجواب نادرا يعني. بشكل عام إنه هندسة المعلومات السيئة يعني بتجبر المستخدم، يعني اللي هو بنقدر نحكي إنه هندسة المعلومات السيئة بتجبر المستخدم على اللي هو البحث عن المعلومات بشكل سيء، بتؤدي إلى اللي هو فقد المستخدمين. يعني خلينا بس مثال هنا، فزي ما حكينا يعني حكينا انه تجربة المستخدم السيئة اللي هي بالضبط كأننا بنحكي عن المتاهة اللي بتجبر المستخدم على اللي هو البحث بشكل يعني خلينا نحكي بشكل معقد للوصول إلى المشكلة أو وصول لحل المشكلة اللي بيواجهها أو المعلومة اللي بده إياها. ومثل ما ذكرنا سابقا إنه لا يمكن للمستخدم إنه لما المستخدم ما بيقدر يعثر على اللي هو المعلومات أو الإشي اللي هو بيبحث عنه من البداية، فهناك زي ما حكينا احتمالية للتخلي عن المنتج تبعك. من ناحية أخرى، فأنا يعني لما يكون عندي بنية معلومات واضحة تساعد المستخدم على إكمال المهمة تبعته بسهولة، تلقائيا لو حس إنه منتجك قابل للاستخدام وسهل وبيخلي بشكل عام اللي هو منتجك بيخليه يركز على مهمته الرئيسية وليس على اللي هو مثلا على إيجاد طريقة في تطبيقك أو موقعك عشان يحل المشكلة. يعني بمعنى تاني إنه أنا كيوزر دخلت موقع أو تطبيق بحيث إنه بدي أحل مشكلة معينة أو بدي أجيب معلومة معينة، فيفترض إني أنا جاي مركز في موضوع معين اللي هو إيجاد اللي هو حل لمشكلة أو إيجاد معلومة أو كذا، فيفترض إني أجي مركز على إيجاد المشكلة، ما أقعد مثلا في الموقع أدور على طريقة اللي هو البحث أو طريقة إيجاد هذه المعلومة. فيها لقيت بدنا نحكي عن اللي هو وظيفة ثواني بس عن وظيفة مهندسين المعلومات بشكل عام. فلو بدنا نحكي عن إيش الوظائف الرئيسية أو الوظائف بشكل عام اللي مطلوبة من الشخص اللي راح يشتغل كمهندس أو معلومات أو اللي هو Information Architect، فقلنا بشكل عام هي وظيفته هي إنشاء خلينا نحكي اللي هو structure واضح أو إنشاء هيكل للمحتوى، حيث أن يكون هذا الهيكل قابل للاستخدام وتمكين المستخدم من العثور على الأشياء اللي طبعا اللي بده إياها، أو تمكين المستخدم من العثور على مثلا معلومة أو على معلومة من ضمن مجموعة معقدة من مثلا البيانات، وأيضا تنظيم المحتوى بحيث يسهل على المستخدم العثور على ما يبحث عنه. أيضا مهندسين المعلومات بيقوموا بتحديد التغيرات التي يجب إجراؤها سواء في طريقة عرض البيانات أو بأسلوب عرضها. أيضا لازم نعرف أنه كلما زادت المعلومات في التطبيق زادت الحاجة لتنظيم هذه المعلومات، وزاد دور هندسة المعلومات في اللي هو عملية تصميم تجربة مستخدم ناجح. أيضا ممكن نحكي مهندس أنه أيضا مهندس المعلومات يمكن المشاركة يعني خلينا نحكي في مجموعة متعددة من الأنشطة اللي ممكن نحكي عنها الـ Common Activities، اللي هي بتشمل عدة شغلات، منها اللي هو الـ Research والـ Hierarchy، أو خلينا نحكي الـ Hierarchy and Navigation Creation والـ Labeling و اللي هو الواير فريمينج و تكسونوميز او تكسونوميز صحيح تكسونوميز. ايش هما؟ اول شيء الريسيرش او البحث، الهيراركي اند النوتيفيكيشن
propagation creation اللي هي بمعنى بتيجي التسلسل الهرمي التسلسل الهرمي في للمعلومات في التطبيق والتنقل خلال هذه المعلومات. الليبلينج او خلينا نحكي اللي هي خلينا اللي هي ممكن نحكي عنها الوسوم، بلاش نحكي عنها التصنيفات، هي وسوم مش تصنيفات لأنها في فرق بينها وبين التكسونوميز، أو اللي هي نفس التكسونوميز هي تصنيفات، فالليبلينج اللي هي خلينا نحكي الوسوم، وفي عنا الواير فريمينج أو المخططات الهيكلية. فراح نحكي عنهم يعني واحدة واحدة إن شاء الله، وراح نوضح إيش المطلوب من كل واحدة. فقلت أول شيء بالنسبة له اللي هو البحث أو الريسيرش أو ريسيرشنج، قلنا بشكل عام فإن البحث عن ما يحتاجه أو يريده المستخدم من أهم الخطوات في إنشاء بنية معلومات فعالة. طبعا بيحتاج مهندس المعلومات إلى فهم طريقة وصول المستخدم للمعلومات الموجودة في المنتج، سواء مثلا عن طريق البحث أو عن طريق مثلا المصدر اللي أجي منه. طبعا يعني البحث لازم عملية البحث في تطبيقك أو موقعك لازم تكون عملية سهلة. مثلا على سبيل المثال من يعني من الأساليب المستخدمة في عملية البحث انه فقط انه على لو جينا مثلا مواقع بسيطة او ابسط الاساليب في عملية البحث بيكون حسب الجملة او حسب احتواء الجملة. كيف يعني؟ انا اليوم مثلا اجيت على جوجل مثلا صور وبدي ابحث عن صور عن كلمة عن او اجيت على بشكل عام على مستند نصي في مجموعة من الاسامي وبدي ابحث عن اسم، فطريقة يعني جيدة من طرق البحث مثلا أبحث عن أكتب حرف الميم فتلقائيا حيجيب لي كل الأسماء اللي فيها ميم. هذه طريقة وهذا أبسط أسلوب من أساليب البحث. طريقة أخرى مثلا بدي أبحث عن الاسم أو اسم كامل، بكتب مثلا محمد فبيجيب لي كل الأسماء اللي فيها محمد. هذا شكل من أشكال البحث. الشكل الثاني من أشكال البحث اللي هو البحث بالفلاتر أو عن طريق الفلاتر. طبعا احنا ما هنا بنحكي عن يعني أساليب في بحث في البحث، مثلا في الفلاتر. كيف يعني في الفلاتر؟ أنا اليوم ببحث مثلا عن طالب معين في عندي مستند نصي مثلا أو تطبيق، خلينا نحكي في مجموعة الطلاب اللي بيشتغل أو اللي بيدرسوا في جامعة الإسراء مثلا. أنا اليوم بدي أبحث عن كل الطلاب اللي اسمهم محمد، فأنا ضفت أول شغلة من طريق أول فلتر من الفلاتر إنه أنا بدي الأشخاص فقط اللي أسميهم في من ضمنهم مثلا محمد. ببحث عن الأشخاص اللي بيدرسوا في اللي هو قسم خلينا نحكي الهندسة، ببحث عن الأشخاص اللي معدلهم من كذا لكذا. فهذه اللي هو موضوع الفلترة في البحث، واللي هو هذا الأسلوب الأكثر أو الأسلوب الثاني من أساليب البحث. في أيضا أسلوب البحث اللي زي جوجل مثلا، هو جوجل بشكل عام بيجيب لك مثلا لو في عندك مقال كامل أو يعني خلينا نحكي في عندك 100 موقع وال100 موقع فيهم كلمة خلينا نحكي UX، وانت بحثت عن UX راح يجيب لك 100 موقع كاملين هدول باختلاف محتواهم. هذا بشكل عام موضوع اللي هو الريسيرش. الموضوع الثاني اللي هو الهيركي كرييشن الهيركي اند النافيجيشن كرييشن او التسلسل الهرمي والتنقل. التسلسل الهرمي والتنقل مكونين اساسيين لمنتج منتج رقمي بشكل عام. التسلسل الهرمي بيحكي عن بنية المحتوى، بينما التنقل بيحكي عن طريقة التنقل في هذا المحتوى. يعني خلينا نحكي انه مهندس المعلومات هو الشخص المسؤول عن تحديد كيفية عرض المعلومات على الموقع الويب او التطبيق بشكل عام يعني للوصول اليها. طبعا من اجل انشاء تسلسل هرمي واضح بيحتاج مهندس المعلومات الى توقع رؤية المستخدم للمنتج. بمعنى ثاني ان عشان تكون مهندس معلومات او information architects
جيد، أو خلينا نحكي على درجة عالية من المهارة، لازم دائما في كل مراحل التصميم تعيش بدور المستخدم. نقطة ثانية، الليبلينج أو الوسوم. طبعا راح نحكي بس في عن فرق بين الوسوم والتكسونوميز أو التكسونومز. إيش الفرق بينهم؟ خلينا أول شيء نوضح كل واحدة، بعدين راح نحكي الفرق بينهم. بشكل عام الوسوم، فالوسوم مهمة، أو الليبلينج اللي هي مهمة في تسهيل عملية العثور على المنتجات أو على المعلومات عفوا. طبعا ليس كافي، ما بيكون كافي إنك تضيف معلومات فقط، بل إنه لازم عليك مثلا تصنفها بشكل صحيح مناسب لاحتياجات المستخدم. على سبيل المثال، حطينا مثال، إذا أنا ببحث عن مثلا طريقة استخدام التطبيق مثلا، أو معلومات حول التطبيق، أو معلومات حول صفحة، أو ما إلى ذلك، فإنه يعني لما يكون عندي مثلا ليبل أو علامة مميزة إنه هين في صفحة تحكي عن اللي هو about us مثلا، أو معلومات أو حول مثلا حول التطبيق أو كيفية استخدام التطبيق، حتكون أسهل مثلا من كلمة معلومات عامة. فالتنين هذا الليبل مثلا، من أمثلة الليبل اللي هو الأشياء، يعني بشكل عام إذا أنا ببحث عن معلومات حول تطبيق أو منتج، يمكن العثور على هذه المعلومات بسهولة إذا كان عندي ليبل مثلا مسميه معلومات أو معلومات حول أو about بدل كلمة مثلا معلومات عامة. هذا مثال يعني، وراح نوضح حاليا إيش الفرق بين الليبل واللي هو التاكسونومز. خلينا نحكي أول شغلة قبل ما نوضح الفرق، خلينا نحكي عن الواير فريمينج. بشكل عام، فالواير فريمينج من الأشياء اللي بنشئها مهندسين المعلومات، اللي هي المخططات الهيكلية. طبعا المخططات الهيكلية بتحدد التسلسل الهرمي للمعلومات داخل التطبيق. طبعا هذا كله ما بيكون من فراغ، بيكون استنادا على معلومات جمعوها خلال مثلا عملية البحث. طبعا ممكن نرسم الشاشات الأولية لتوضيح محتوى الصفحات اللي مفترض يكون، وكيف راح يتم عرض البيانات، وكيف راح يتم ترتيبها. عادة يعني بتكون هذه المخططات الهيكلية لها فائدة كبيرة، أو تكون لها فائدة تكون لها فائدة يعني بشكل عام، لكن بتكون محدودة العناصر الرسومية. وتستخدم هذه المخططات الهيكلية طبعا، نستخدمها بشكل عام لإرشاد اللي هو UI أو مصممين تجربة، أو مصممين واجهة المستخدم في عمله، عشان اللي هو التصميم تبع لو تجربة المستخدم، أو التصميم اللي بنعمله بشكل عام على الإكسدي، يكون تابع أو يعني بيكون مخطط له سابقا، أو بيتبع لمفهوم اللي هو Information Architecture. الأخيرة أو آخر اللي هو آخر كمان آخر آخر شغلة أو آخر نقطة منهم، اللي هو التكسنومز، أو خلينا نحكي عنها بشكل عام التصنيفات. هذه التصنيفات بتساعدك في تنظيم المعلومات والمميزات، وتصنيفها بناء على أوجه التشابه والاختلاف فيها. على سبيل المثال، أبسط أمثلة منهن اللي هو الفئات مثلا في المواقع الإخبارية، لما بيكون في عندك أخبار محلية مثلا، في من ضمنها أخبار الرياضة، أخبار الطقس والأشياء، أو في المواقع التجارية. الآن شو الفرق بين التكسونومز والليبلينج؟ بشكل عام ممكن نحكي كفرق بسيط، الليبلينج ما بتشمل أي أقسام فرعية، الوسوم تشمل عدة أقسام فرعية. يعني خلينا، أنا جبت مثال بسيط، لو جينا هنا، لو جينا على موقع زي AliExpress، طبعا AliExpress نفس الفكرة تقريبا في الموبايل. فأنا لو جيت هنا على موقع AliExpress، لو جيت هنا، أنا هنا في المنطقة هذه بحكي عن الومن مثلا فيشن، بحكي عن اللي هو تكسنومز. ليش؟ لأنه أنا عندي كاتيجوري في عدة أقسام تانية.
لما بنيجي نحكي مثلا أيضا عن اللي هو كل هدول الأشياء عبارة عن تاكسونومز، ليش؟ لأنهم قسم جوا أقسام تانية فرعية. لما باجي بطلع فوق عند البحث مثلا بلاقي كار اكسسوارز وايفون 11 كيس، واللي هو الايفون 11 كيس ايضا، وفي الميك اب والشيبينج شيبينج فيه. طبعا ايش هدول الاشياء، هدول هم اللي بنحكي عنهم الليبلز، وهدول هم اللي بنحكي عنهم التكسنومز. تمام، فالليبلز ما بيشمل أقسام، وفقط وظيفته تسهيل اللي هو عملية المستخدمين. مثلا هم عاملين هنا ليبل لأكثر الأشياء بحث في موقع إكسبرس مثلا، فهنا كانت أو عوامل البحث كانت عن طريق الشيبينج في مثلا، كانت عن الميكاب مثلا، كان أكثر بحث عن آيفون 11، فهم كانوا بيعرفوا مثلا أو من خلال مثلا شوية خصائص في المواقع، وبيعرف إنه أكثر إشي بحث عن المستخدمين اللي هو، أو أكثر إشي بحث عن المستخدمين مثلا هو الكار أكسسوريز. فهو تلقائيا عمل لك ليبل بحيث إنه يسهل عليك البحث عن هذه اللي هو بحيث يسهل عليك البحث في هذه العناصر. لو جينا لموقع آخر، يعني إحنا بنحكي عن ليبل، طبعا هنا مش موجود عندنا إلا ليبل واحد تقريبا أو ليبلين اللي هو معلومات عنا. المعلومات اللي عنا بتحكي مثلا عن معلومات حول الموقع، اتصل بنا. أيضا ليبل بتوديك على صفحة بتمكنك من التواصل مع هذا الموقع. هذا هو بشكل عام الفرق بين التاكسونومز والليبلز. الليبلز ما بتحتوي أقسام، هي تصنيفات لكن ما بتحتوي أقسام فرعية. التاكسونومز هي تصنيفات جواها تقسيمات تانية، أو جواها عدة اللي خلينا نحكي عدة أفرع. زي ما هو واضح يعني في الشكل اللي أرفقناه، في عندنا البرودكت، في مثلا الإلكترونيكس، في عندك الكمبيوتر، والكمبيوتر جواه السوفت وير، وعدة أقسام تانية. فهذا هو يعني أهم فرق بينهم. هلقد لو بدنا نحكي عن حاجة اسمها الكومن ميثولوجي، أو اللي هو وبلاش نكمل، يعني نكتفي لليوم، نكتفي يعني لحد اللي هو لحد السلايد اللي هو أعتقد رقم، لعند السلايد رقم 11 اللي هو، أو 10 عفوا، اللي هو إيش هو وظيفة مهندس أو مهندس المعلومات، إيش دوره. بس هذا كل شيء لمحاضرة اليوم، بتمنى الشرح لحد الآن يكون واضح وتمام. طبعا أنا راح أرفق الفيديو، وإذا أي حدا عنده أي سؤال أو استفسار عن الجزء الأول، إحنا حنعمل كل أسبوع مناقشة. فطبعا يا ريت أوضح إنه في الجزء الأول من الشرح مشكلة معينة أو سؤال استفسار معين، يوضح الجزئية أو مكان الاستفسار، ويوضح إيش الاستفسار تبعه. هذا كل شيء لمحاضرة اليوم، يعني بتمنى يكون الشرح واضح وكافي، وأشوفكم على خير في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.